طبعاً اللعبة هاي قصتها هي إنه أكو جماعة كانوا رايحين نزهة شتوية لطيفة في حديقة جبل واشنطن الحكومية، تحول إذا وضع صعب أنت تترك وحدك للقتال من أجل بقائك مع الإمدادات الهامشية فقط، عليك محاربة البرد والعطش والجوع وحالتك العقلية الخاصة بك أثناء العثور على طريقك إلى محطة حارس مهجورة على أمل أن تكون قادر على طلب المساعدة. يعني فكرتها أنك تحاول تعيش لما تقدر تطلب المساعدة، ولكن هواية مخاطر راح تواجهك في هاي اللعبة. فكرة اللعبة هي بيها قتال وأيضا بيها أسلوب التخفي، أنك تهرب تحاول ما تواجه الدب مثلا، او تحاول تواجه الذئب بالنار. يعني مخلوقات هواية راح تواجهك وانت تحاول تعيش، تحاول تعيش بهذا البرد. اسلوب بناء جدا رهيب بيه ايضا، تقدر تبني بيس كامل، بيس شتوي بكوما شغلات. واسلوب الصيد ايضا بيها، اسلوب الصيد جدا صعب، بيقول لك لازم تتخفى وحاول بطرق جدا صعبة تحاول تصيد بيها المخلوقات. طيب ما عدا مواجهة المخاطر المخلوقات، وايضا راح تواجهك الامراض. الامراض مثلا يقول لك انه ما يصير تبقى بالبرد لمدة طويلة، لازم تحاول تبني لك شلتر، تبني لك بيت وأيضا كام فاير على مود يحميك من البرودة. راح يصير عندك مهمات استكشاف، لازم تاخذ احتياطاتك بهاي الفترة، احتمال انت رايح للمهمة هاي وتصير عاصفة ثلجية، هاي العاصفة تأثر عليك وتؤدي الى امراض للاعب، وهاي الامراض راح تخليك تموت. حيث العدو الاكثر للانحراف في ارض مهجورة هو عقل المرء، يعني عقلك راح، يعني اللاعب ممكن يتخبل، راح يصير عنده هلوسة وهاي الشغلات، عقله يقوم يتخيل امور ما موجودة. فيقول لك انه في الواقع يصبح عقلك مشكله في وقت اقرب من المجاعه، يبدا باعراض التعب ويفقد ارادتك لمواصله النضال حتى تخيل الاشياء وحتى الهلوسه الكامله. طبعا اللعبه حاليا موجوده على الديمو مالتها، تقدر تنزلها وتجربها، تجربه حلوه للديمو. على مود اذا عجبتك تقدر تشتريها. وتاريخ الاصدار مال اللعبه راح يكون ان شاء الله تاريخ 28 من الشهر الثاني. اللعبه هاي اقدر انطيها 9 من 10، فكرتها جدا جدا روعه. ولكن ادري هواية منكم تحبون الالعاب الترويض، العاب هاي الامور، كار هاي ما اعتقد قلة قليلة يعجبهم هاي الافكار. تجربة حلوة ان شاء الله، ونشوف اللعبة وصعوبتها. احسها اللعبة كلش صعبة بدايتها، اذا تدخل بدون انك تجرب اللعبة تتعلم التوتوريال مالته التعليمات، ما راح تعرف شو تسوي. صعب الاسلوب القتال وهاي الشغلات بيها. اول شيء يقول لك بيك اب سيروب، بيك اب هذا اوبن درينك سيروب، اوكي لا هذا شو اسمه، لا واي انفنتوري درينك سيروب فايند سيروب هسه، يعني لازم نروح ندور على، اوكي عندنا نايف، عندنا هذا وودن جاو تراب، هذا لوك بيك جيبه ممكن، والباندج هذا نقدر نستخدمه. كيف يقول اكو بهالمكان كيف، اعتقد هذا البيت مالنا، شجره حمراء اكو هنايا واكو كيف، هذا العقل. طبعا مثل ما قلت ذكرت بالفيديو اللي ذكرت بيها العاب سرفايفل، هذا اللعبه بيها جنون، العقل اذا ما تحمل وصابك الجنون انت باي باي حبيبي. نيو اتشيمستيك، اوكي فاين سيروب، هسه يقول لنا دور على السيروب، يعني لازم نطلع. زين الاجواء ليل، صعب هالليل يعني. جاي ريد مور، اوكي افكتس كلوزر باي بيجن ذا دارك شيلتر بيجن سايد كلوزر شيلتر، اوكي يب ما عندنا شيء نقدر نكسر، خشب شيء، هذا شنو هو؟ اوبن انفنتوري، هاي يعطينا هيل يعطينا اكل اوكي حلو، هذا ينوكل يعني. طيب هذا ينوكل، طيب هذا نقدر نجمع منه، حلو. برانش سليبينج ان ذا وايلد، اوكي وات حصلنا ليفل روك، حلو حصلنا جيت سم ريست، اروح انام يعني، شكله هيك لان مبين الدنيا ليل. انا دخلت على التوتوريال، طبعا اول ما دخلت جربت التوتوريال
التعليمات، وليه ما تعلمت طريقة القتال وهاي الشغلات يعني صعبة صعبة صعبة. شوفني هاي الشغلات تقدر تجمعها طبعا. اوكي بس شنو هذا الشيء مثلا؟ توني اعرف انه هذا الشيء نوكل. اوكي يقول لك I should get sleep، يعني هسه احنا يعني ننام مش وقت هانجري، خلينا نقعد 7 الصبح. بس الجوع الانرجي هسه صارت بال 90 فول الانرجي، بس يقول لك جوع، الجوع والعطش ممكن يتاثر. هذا البف اللي جاني شنو هو؟ اوكي لازم نروح ندور على سيراب، يعني نروح نفتر نبحث. نخلي السبير بيدنا، اول هذا السبير وهذا سبير هنايا وهذا هنايا نخليه. الو بس شين اعتقد يصير هنا لو لا ستون نايف. اوكي طبعا طريقة القتال بي يعني مو مثل ارك وهاي الشغلات، لا شوفون مثلا هيش يعني مو انك شو اسمه تضرب بالسبير بشكل يعني سبام تسوي. اوكي اوكي اكو بيت هناك، بيوت هنا. الا هلا بالذيب، اكو ذيابه مو بس ذيب، اكو ذيابه. زين شلون؟ اها لحظه، انا انطاني تراب معناته الذيب يمشي بطريق الذيب او الحيوانات هنا يمشون بطريق محدد. اوكي هذا البرج اكو كهف هنا، خلينا نمشي احنا ما علينا بيهم. جيب هذني اللي استفاد منهم اكيد. شيل ليه ما جاي ذيب هنايا؟ تبلل. اكو علامة طالع تيشيرت وعلامة مي عليه يعني تبلل. اوكي اي صدق بالترايلر بالتوتوريال شفت كل شيء حتى الملابس تتبلل، الملابس اللي لابسيها يعني هم تتبلل. ف يو سيمز مبين مغلق هذا اوكي من هنا نقدر نفوت. اوه شت صوت ذيب. لا عاد لا تقول لي سمعني، والله علامة برتقالية طالعة عليه شكله سمعني. لا راح جاي شمشم هذا لو شنو؟ يا وهنا ياكو بلكي هذا السيروب. لا سبايرت سمول تشيست، جيب هذا اكل شكله. هذا اثنين من هذا ميتال سكراب. زين هذا الذيب يا اخي والله شكله عرف بيه هنا. شوفوا علامة البرتقالية طالعة عليه. يهو شبيه هذا اللاعب مالي، قلت لكم ترى صعبة اللعبة. كل عدوك هو المخك راح يعني مخ اللاعب فالنوبة يصيبه جنون. اوكي مثل سكراب، زين مثل سكراب شو اسوي بيه؟ وات باندج. ارجع للبيت خلوه نرجع لانه بدا اللاعب يجن جنونه. اوكي شوفوا هذا اللي قلت لكم عليه، هذني كلهم ضيفهن لايت اب. هذا اعتقد اوكي هذا نقدر هنا نحميه على مود نقدر ناكله. طيب هنا نقدر نصنع هاي الشغلات، يحتاج لنا فريش ووتر ويحتاج لنا كوكينج بوت. كوكينج بوت عندي حصلته، اعتقد انا حصلت كوما شغلات.
الكان هذا فلينت. اوكي كوكينج بوت ما حصلنا. اوه موشن سبايرت ينقص شو اسمه هذا، يصحصحني وينقص الهيل. والله الحراره هسه تمام عندي بما انه انا قريب. بروكينج وودنج بول وكونتينر هذا ويا شغلات، خلينا ننقلهم هنا ممكن نستفاد منها. طيب تانينج سولوشن شنو هذا؟ سترو بيدرول. والله ما ادري، حصلنا على امور لا اعرف استخدامها. ميتال واير ولارج برانش عوفه الكوين وخرة فايبر عندنا، فلينت عندنا، جلو ستيك اوكي هذا بعد له. فريش واتر منين اجيب لك فريش واتر؟ اللي هنا كله قاعدين نشرب منها يا اكونا. اي درينك ما اعتقد هذا فريش. شوفوا جاي ينقص من هيلي، جاي ينقص من هيلي، هذا مو فريش واتر. جيب البس تيك انفنتوري. يو نيد نايف، وهذا النايف شنو هو؟ اوكي اكلناه صح ولا يابا اكلته؟ هسه هذا بيدي هذا نايف. طيب هذا شنو؟ سمايل. والله بيها شغلات. طيب شوفني هذا ستاتس، ما عندنا ليفلات جتنا، بس شلون اقدر ارفع ليفلات؟ هذا الجنون اللي جاينا يقوم بيتخيل غزلان قدام. اوكي هذا الشغلات اللي فتحناها. اوه بعد شغلات. شنو هذا؟ فتحنا صندوق نقدر نصنع هذا ونقدر نصنع هذا برانش هولدر، ونقدر نصنع اللي هو كامب فاير. اوكي بس ترى والله صعبه يعني. اوكي نقدر هسه نصنع هذا. طيب من هنا شوفوا هاي الشغلات هسه فاتحه، نقدر نصنع هسه هذا. عندنا شنو هو؟ الروك موجود والبرانش موجود، الروب ما ادري موجود. المفروض اقدر اصنع الروب. يحتاج لنا هاي الشغلات اللي نجمعها. نجيب كل ما تاخذهم يطلعون من جديد. الاحتياط عن السبير بيدنا. الصيد ما يصير هيك، لازم كلش تقترب منه. لو تقدر تخلي له افخاخ مثل اللي عندي هسه انا، هذا الفخ اللي حصلته قبل شويه. واحد يشوخر، اقول لك فين واحد هنا نايم. وذيب. لا 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 لا. والله سويته. اي والله قلت تعلمت انا شلون، تعلمته بالتوتوريال. تعال يلا اذا انت زلمه تعال. لا 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 والله سويته. لا سويته ضربته. اوكي طبعا ما ادري ليش رجعني. فما دام انه رجعني اللي راح نسوي نروح للذيبه ذاك قبل. حلو بس اللي راح اسوي اخليه يصحى. باعوا باعوا الحركه اللي راح نسوي. راح اخلي التراب واخليه يصحى. من يصحى خليه يجي على هذا التراب اللي راح اخليه، راح اصحيه وانسحب هنا يا ورا التراب. كمان وات فلت منها، بلكي يلزمها من جديد. ايه ليش
الحمنة جاي يخلص. ليش ظل صافن علي يا اخي؟ ترى صعبه ليش؟ لانه الشغله المحلوه بيها يعني مخليه الصعوبه. تشوفون السبير ليه ما انا جبته؟ كمان لوت وات؟ لا غزال. اقدر اسوي له سكن. اوه جيب عظام جي. السكن ما تهمين اخذته. يعني اذا اريد نتقدم بالمكان ونروح هناك مثلا، هاي الغزلان كلها هيك بهاي الطريقه نكتب شو اسمه الذياب كلها بهاي الطريقه نقتلهم. يلا اعطينا ليفل الاخ، كمان اعطينا ليفل الاخ. هذا شنو حصلنا؟ اكو فد شيء قريب من هاي، ما اريد نروح له. بس الغزال كان هنا، هسه نروح نشوي اللحم مال الذيب. شلو ما اخذ دقيقة، انا ما اقدر اصنع شو اسمه دقيقة، يحتاج لنا الروك، يحتاج لنا الروب. طيب ماكو يمي اللي هو الروب. طيب ليتس جو ليتس جو. اكو هنايا مرتب بني هياته. حلو، اقدر اصنع روب. حلو، هسه يبقى بس الروك. هنايا كان اكو، حلو، وهنايا هم اكو. حلو، هسه اقدر اصنع هذا. حلوين. هسه اذا نجي نقدر نخلي هذا مثلا بيدنا. هذا وين مخلينا احنا؟ بالرقم وات، رقم 8. يلا اوكي برانش. حلو يا سليب، بعد نهار سليب. احط لك. حلو، هذا على مود انه شو اسمه اللي بالبيت نخليه يبقى يشتغل ما يطفى النار اللي بالبيت. اوكي شوف الدربلتي مالته طايح، حظ حظه الدربلتي مالته بسرعه يطيح. بعدنا شجرتين ثلاثه مكسرين بيه والدربلتي مالته هيك صار بيه. ليتس جو. هذا 24% اعتقد الطاقه مالته، طاقه اللاعب. خلينا نجي هنايا ننطيله من هذني. ذيك الساعه الخشب اللي جبته من برا ذاك اللي حصلته منك قبل طالع يعني كميه حلوه. حلو 400 ثانيه راح يبقى يشتغل. عندنا هذا يقدر يطبخه ب 28 ثانيه يطبخه. حلو نقدر ناكله. لو ما طابين بالمي لين من الطب للمي ملابسك تتبلل، من تتبلل ملابسك راح لاعبك راح يتعرض للمرض بشكل اسرع، يعني لاعبك في خطر يصير اكثر. فواقعيه بهاي الشغله طبعا. اوكي هسه شو يسوي؟ كوكد ميت. حلو تيك، خل هذا بناخذه. هسه الجوع 100% ما يحتاج ناكله. جو تو سليب، خلي ننام. صباح رباح، هو هسه صباح، هو يا صباح رباح. خلي ينام فت ساعتين يرجع انرجي. شوفوا الانرجي طايح، اذا نمنا 15 16 17 ساعة لازم نقعد بالميد نايت. اذا نريد 99% لازم نقعد هيك وقت. الجوع والعطش بس طايح. فمن ناحية الجوع وضعنا تمام. هسه راح ناكل مثلا هذا. احنا عندنا شنو هو؟ اقدر اي حلو عندنا هذا اللايت. خلي بس نجيب برانش على مود نخليه يبقى شغال. حلو لونج برانش هو اللي يطيله
كمية أكثر. ليش الجوع مو فول هسه؟ أوكي خلني نشغلها هسه. هو المفروض ما يصير الاستوب ومن جديد نشغل، المفروض أصلا على ذاك ال أكل يلا. أو هذاك يزيد يعطي جوع أكثر من هذا. خلني نشوف هسه. سنرجع 61% صار ليش؟ شو سوينا؟ بلو بيري وهذا الكارن بيري وهذا البلاك بيري. الجوع تمام ولكن ليش الانرجي طاح؟ احنا مو نمنا. طيب شنو هذا؟ بروكن ميلك كونتينر اللينكي كان هذا عوفه، هذا همنا خيولي، هذا مخيولي، هذا سبير. طيب خلي هاي الشغلات انيمال بون، خلي هذني ننقلهم. جيب جيب البلو بيري، الفايبر انقله، الروك، هذا سمول انيمال بون 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 سترو بيدرول. شنو هنا نقدر؟ توباكو. وات توباكو وات جقاير يدخن يا الخسيس. اخذ منها نفسي تدخين مضر بالصحة. وات شنو هذا؟ برانش تالغراس شوز هاو تو ميك ا ميك ميك شيفت تورتش. برانش تالغرا هانتينج ستيشن. زين شنو هذا؟ دراج وش اسمه شنو هذا؟ هانتينج ستيشن. هذا واحد عن هذا. هذا شنو سوينا؟ هانتنج هو الستيشن هذا الصدق. اوكي نقدر نصنع النايف. شو يحتاج؟ لارج برانش وفلنت. فلنت عندي واحد. شويه ال شو اسمه مالته مزعج صراحه. هذا ال هذا اللي نقدر نتحكم به. اوكي هذا الرقم السري مالته ما اعرفه صراحه. 3 1 4 1 5 1 وات؟ قوله حاط كاتبينه عليه. 3 1 4 1 5 1. مو هو لا. لا انسى البطارية تخلص مال هذا. اوه الذيب صاحي. شو عجب ما جاي يضرب شو اسمه؟ اكو ذيب صاحي هنايا. ياهو. شوفوا طبعا الذيب جاي يمشي بخطوات واضحة يعني. والله اريد اتعارك وياه. ذاك هو الخسيس. لحمة طيب شان. تعال حبي. ما ادري سيف يصير لو هو سيف بعد. خاف نموت يعني. تعال حبي تعال. تعال اريد اتعارك وياك تعال. ها. توك يلا شوف بعدها ما مستوعب. اي ابلع ورب تبلع. تعال 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 يلا ابلع 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 بالتوقيت المناسب. بعدها بعدها ما ميت. كل هاي الضربات لا عاد هاي الضربه اذا تجي مات مات. لوت يا الخسيس. جي طينا السكن مالك. هم انا حتى الديابه كلهم اقتلهم. ما راح اخلي ذيب. ا بلانكيت رايت. وات عاصفه صارت. شكلها صارت عاصفه. اهرب. صارت عاصفه. اوه طفت. هلا السلام عليكم. getting thirsty والعاصفة صارت. خليني بسرعة اجيب برانش. وات سوي تحديد الكل استخدام للكل. ما ادري اذا كان اكل ولا لا. شاع هذا. اوه كلها بها رطوبه. كلها بها رطوبه.
شوفون شلون الوضع استعدى اليم من النار وهذا سموك دراج. بس الوضع استعدل شوية، بس اللاعب مصاب بالزكام، مصاب بالزكام. خذ لك باندج. طيب مو هاي انفنتوري كرافتنج ما مفتوح لنا شيء. جورنال اوه والله انفتح يعني اذا اجي هنا. يلا ليج ستابلايزر وات تراو بيدرول اعتقد اقدر اصنعه. شي يحتاج لا والله ما اقدر. باندج اقدر اصنعه. طيب بعد شنو الفتح لنا؟ اوكي ريدوس ذا ريسك اوف انجوري. اوكي يعني من الطيح ما يدم. وات شنو هذني كله؟ انا ترى قبل شوي شفت هنا. اوكي هذني ان شاء الله جاي بون نيدل اقدر اصنعه. هذا ما ادري تريد ما ادري شنو هو. فاربك سوي سين وينتر هات هاو تو كوكلي باتش اب هات نو مور هود وات. طيب كان بي كرافتد هات. اوكي انرجي كوست يعني كل شيء تصنعه راح ياخذ منك انرجي، ياخذ منك طاقه. طيب هذا من الشفوف وهذا هذا شلون تصنعه؟ تحتاج من هذا بعد شنو؟ تحتاج من هذا والنيدل هذا. يوز تو ويف فابريك. والله ترى شغلات صعبه بيها. طينا هذا خلينا نلبس طينا. زين ليش نصنع هذني واني لابس هذني يعني؟ انا الارمر مالته عالي مثلا قابل. اوكي خلينا ننام. شوف المخ، المخ تخبل يعني. هي لحظة أنا ليش مشغل هذا؟ طفيه. البطارية خلصت. طاقة 100% بس العطش راح يقل. أوه تخبل. تخبل؟ تخبل، لا تقول لي متت. ستارت ريكفري تشالنج. أوه خسرت كل هذني يعني. The section has been disappeared. Complete a challenge for the recover. What? يعني هسه أنا كل شيء تعلمته أصاب اللاعب نسيان. قوية هاي. اللاعب أصاب النسيان فخسرت كل الشغلات اللي تعلمتها لأن ال What? Axe head. وات منين انت؟ اكسيد منين جاني هذا؟ كرافت بس هذا تشالنج؟ فايند سيروب هانت داون اني تو انم. المهمة يقول لي لازم اقتل اي حيوانين. اي حيوانين تقتل يقول لي، المهم تقتل. ليتس جو. اوكي اكو ذيب هناك، ذيب واحد. حلو. ذيب واحد ما يخالف نروح له. ها عمو الذيب تعال ابلع. خلينا نخلص المهمة براسك. ابلع. لازم باللحظة المناسبة تفلت شو اسمه. راح يجي راح يموت. المفروض تموت. ابلع 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 يا اللي بتبلع. هسه قتلت واحد، وين راح؟ اريد اسوي له سكن. وين راح الذيب اللي قتلته؟ راح للمي. لا اريد شو اسمه يلعن شكله. راح هاي. هسه نقدر نمليه. حلو عندي لحم مطبوخ. اي عندي مطبوخ بس ما عندي شو اسمه درجة حرارة نازلة. يقول لك لازم تطفر، لازم تطفر للبيت يقول.
انا بما انه جيت هنا خل ادور هاي طبخه كله مبلل كله مبلل. شفتوا من الرطوبه اللي بالملابس ومن البروده اللعب قام يصارخ. كرافت ما اقدر اصنع لي فد سبير فد ايش اسمه بلي والله بس برانش يراد لي. اللاعب مصلخ وطالع للبرد. لاعب مصلخ اللاعب مصلخ يا عيال. ارجع ارجع يا معود حيموت حيموت. متت شوفوا ريحة اللاعب شلون ده تروح. شوفوا شوفوا ريحة اللاعب ال شو اسمه داينو اريد اقول اذا الذيب اشتمه فخلاص. قاعد ادور على شو اسمه ما جاي القى اللي اصنع منه روب. اكو فد ملحوظه الاخ انه اكو شحه بالفايبر اللي مخلينه. الشيء اللي تجمعت حوله الى مثلا روب بشحه شحه ماكو. انا راح اموت من البرد وربي. هذا انا طلعت بس على مود شنو اصنع الاكس بس هيك صار باللاعب بس على مود اصنع الاكس. الله سالفه داتشه زين. هسه باندج ما عندي باندج. مات مات كانه قاعد العب هارد كور. من اموت اخسر كل شيء وباعه. اكو بيها شويه ازعاج بال يعني هسه تشوفون صعدت هذا المكان لازم تجي تصعد منه. طيب شوفوا ما القفزه ما تغث. الحركه ما شويه سخيفه ترى بس هي صعبه صراحه صعبه. طيب لازم اصنع مو انا اللي جمعته شنو كان زناني هذا اللي جمعته شنو هذا شنو وينتر ثيت. اوكي يعني مو هذا اللي شيت. رجعنا للبيت هسه هذني نخليهم على مود شويه يشغلونا يعطونا نار. يلا 350 ثانية الحرارة رجعت كل شيء رجع لمكانه بس هسه الباندج عندي حلو. الباندج من شنو اصنعه بالله؟ وات؟ زين ليش؟ اوه الباندج من شنو اصنعه؟ هذا ينطينا هيل هذا يهيلنا هذا المشروم. يلا على مود يزيد يزداد الحرارة. تندر اوف براك كوكينج بوت هياتا. لا كمان ليش؟ هذا اللعبة يخبلني اني مو اللاعب راح يتخبل وانما اني راح اتخبل. فاللعبة بعدها ديمو هي صعبة يراد لوقت يراد لوقت. يب لهنا وصلنا لكم نهاية حلقة. اتمنى تكون استمتعتوا وانتم يكون حلقة عجبتكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شوفكم الحلقة الجاية ابطالنا. مع السلامة.